تفعيلا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الظاهرة الإجرامية بشتى أنواعها، وتعزيزا للدور المصالح الأمنية اللاممركزة، تم إحداث الفرقة الجهوية لتقنية المتفجرات بولاية أمن طنجة. هذه الفرقة تأتي في إطار مشروع متكامل وضخم يهم إحداث 7 فرق جهوية على المستوى المملكة المغربية، ومن ضمنها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة. كما لا يخفى عليكم أن المديرية العامة للأمن الوطني رصدت لهذا المشروع الضخم إمكانيات بشرية ومادية جد مهمة تتمثل في الأساس في تكوين وتأهيل العنصر البشري ووضع رهن إشارته الوسائل المادية والتقنية الكفيلة بأداء مهامه في أحسن الظروف. من بين المهام المنوطة بهذه الفرقة الجهوية التقنية المتفجرات، أولا الكشف عن المواد المشبوهة أو المتفجرة، إبطال مفعول المواد المتفجرة تقليدية الصنع، كذلك المشاركة في تأمين الملتقيات والتظاهرات الكبرى سواء كانت منها سياسية أو ثقافية أو رياضية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.